عندي في طرفين اهمت، ادي واحد وادي التاني. المفروض البلف العاكس عشان يشتغل يلزمه طرفين، هياخد طرف كهرباء من المكثف دلوقتي هنوصله مع بعض، وطرف الكهرباء التاني بما اني هوصل دلوقتي مباشر هلقطه مع الطرف التاني. يعني مثلا لو قلنا الازرق ده ال، هيبقى البني التاني اللي هناك ده ال ان، فانا هدي واحد ال من هنا يبقى ياخد من الطرف التاني. اوكي خليك معايا دقيقة واحدة. ماشي يا حمودة، ادي طرف لحظة معلش على الصوت ده، معلش عفوا كان معدي واحد بينده في الميكروفون. دلوقتي يبقى انا عندي طرفين البلف العاكس، وزي ما قلنا ان البلف العاكس بيعكس اتجاه مرور مركب التبريد، ماشي، بحيث بيجعل الوحدة الخارجية تعمل في فصل الشتاء كمبخر والوحدة الداخلية تعمل كمكثف. عشان كده جهاز السبليت ما بقولش فيه مبخر ومكثف اذا كان ايه ساخن بارد، ببلف عاكس معايا. تمام، يبقى انا هاخد طرف كهرباء من الطرف العمومي اللي مدي للمكثف اللي هو الثلاثي اللي معايا ده، او زي ما انا بوصل كده. تمام، ادي طرف خد، ماشي، وهاجي على الطرف الثاني ده هلقط له بس كده، هعري سنة كده وهلقطه معايا، وهتسمع معاك التكة واحنا شغالين. ادي الكهرباء بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم، كده الجهاز شغال. تمام، اما اجي لقط في طرف عندي هنا اهوت الثاني، اسمع التكه دي، كده البلف العاكس ما دام عمل التكه دي معايا يبقى انا عرفت ان البلف العاكس عندي ايه شغال والكويل بتاعه سليم. طب جيت اوصل كده وما عملش التكه دي معايا، يبقى احتمال عندي ان الكويل يكون ضارب هضطر اقيسه او اغيره، او يكون البلف نفسه قافش هبدا اخبط عليه بمفك كده اخد كام خبطه بسيطه واديله كهرباء بنفس الطريقه دي كده، القط وقف لحد ما يبدا يفك القفشه بتاعته، او استبدله باخر. وفي الحاله ديت يا اما ببدل البلف العاكس يا اما بلغيه واشغل الجهاز بارد فقط. هفصل الدايره كده دلوقتي، تمام، و هنراجع كده مع بعض. طيب دلوقتي انا لو مش هوصل مباشر وهشتغل مع الدايره، يبقى طرف المروحه ده هيتوصل مع طرف هنا اهوت، تمام، وطرف البلف العاكس الثاني هيتوصل من هنا. خليك معايا، هاتوا معايا كده اهو، يبقى المروحه هنقلها تاخد طرف من هنا والبلف العاكس برضه هياخد طرف. اوكي، يبقى في الحاله دي ان راجعه معايا من الكارته، واحده من الاثنين دولت ان بترجع من الكارته، ماشي، والثلاثه التانيين دولت واحد بيشغل الكمبروسر، واحد بيشغل المروحه، واحد بيشغل البلف العاكس زي ما احنا شايفين كده. تمام، حاليا دلوقتي انا موصل مباشر، دلوقتي انا وصلت الدايره بالقطعه الداخليه، ماشي. طبعا دلوقتي ادي الارقام عندي، هزينا السلك معلش، الارقام عندي كام عندك يا صبري؟ ادي هنا الاسود اللي ادي واحد عندك اخضر، ايوه، ماشي، اثنين اسود، ثلاثة اخضر، اربعة اسود، ماشي. هنبص عليهم هنا برضو، نفس الاطراف اللي هنا هي اللي هنا هيت، ماشي. طبعا الكلام ده كله انا بشتغل فيه بناء على الخريطه اللي موجوده على اي جهاز، يعني لو شغال على كارير، على يونيون اير، على ميديا، على جري، على اي نوع من انواع اجهزه التكييف، المصنع عامل لي خريطه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنبص على الخريطه واحنا شغالين دلوقتي كده بنتكلم مع بعض، دقيقه واحده خليك في ده كده صبري، ماشي. تمام، هلاقي عندي هنا واحد متوصل مع السي مع الكمبروسر، اوكي، عندي اتنين اللي هو الار اللي هو البلو متوصل مع المكثف الكوندنسر الطرف المشترك، متصل معاه الملف بتاع البلف العاكس زي ما احنا شايفين. تمام، متصل معاه الار بتاعت الفان المروحه، السي هنا في الطرف الثالث اهيت واضحه بتاعت المروحه، وادي السي بتاعت الكمبروسر متصله معايا مع الكوندنسر معايا، لا زي ما انت صبري. اوكي تمام، يبقى كده ادي الخريطه زي ما احنا شرحناها في الدايره النظريه للقطعه الخارجيه لجهاز التكييف. ادي الملف الكهربي بتاع البلف العاكس اهوت زي ما احنا شايفينه قدامنا اهوت، تمام، رقم 3.
رقم 4 المروحه، تمام. ادي الطرف الكهرباء اللي هو المشترك اللي بيدي الكمبروسر وبيغذي كل الدايره عندي سواء الفان او الملف، وادي الطرف بتاع السي بتاع الكمبروسر، تمام.